حسن غونزاليز 19 عام مدينة سطات كنقرا بروتيز دونتير وعندي هواية أخرى هي يوتيوب. هادشي اللي يعني أول سؤال للمشاهدين كاع كان ما يعرفوه هو كيفاش بديتي في يوتيوب؟ بديت في يوتيوب في 2017 كنت كنشوف دي فيديو في يوتيوب ديال الناس كيبداو وقلت انا علاش ما نضحكش مع بنادم نضحك مع الدراري صحابي نبارطاجي معهم واحد الفيديو نقول لهم هانتوما تفرجوا في هذا الفيديو. بديت باول فيديو كان بايفون 4 كنت باقي عاقل بايفون 4 وجمع لي ديك 9000 مشاهده وكتقول اول فيديو كيضرب 9000 مشاهده واو عرفتي اول فيديو كيضرب 9000 مشاهده صافي قلت غادي نكمل وغادي نبدا. بديت بلي فاين ساعه ما عطاونيش بزاف اللي فهمتي كتمحن وكما كتلقاش ديك المشاهدات بزاف صافي ولا نقلبها افلام قصيره صافي. كنت من الاوائل اللي بداو لي كورت ميتراج صافي ملي بديت كنبدا افلام قصيره وما بداو تلونصاو صافي وكملت وانا معكم دابا انا. يعني يوتيوب كنعرفوا انا يعني مهنه ولا موهبه ماشي سهله. حاليا بغينا نعرف يوتيوب بالنسبه لك واش موهبه ولا مهنه ولا مصدر رزق ديالك؟ نعتبرهم بجوج. انا لحد الان مصدر الرزق ديالي هو يوتيوب، هو اللي كنقرا منه، هو اللي كنسافر به، هو اللي كندير به اي حاجه. يعني كنقرا به ونفس في نفس اللحظه هوايه. يعني بطبيعه الحال اي واحد في مسار النجاح ديالو كيواجه العديد ديال الصعوبات. شنو هما الصعوبات اللي لقى حسن؟ الصعوبات اللي لقيت هو الكريتيك ديال ولاد دربكم. اول حاجه باش كتبدا فاش قلت لك كتبدا تبارطاجي معاهم في الاول كيقول لك اش هادشي معاك يلا كتبدا يلا كتكون كتعلم كيقول لك اش هادشي اش هادشي. ولكن باش انا عرفت راسي زعما زوين وغادي في طريق ما تسوقش ليهم. من بعد داز شي شهرين ولا ثلاث شهور هما ولاو كيجيو عندي هما كيقول اخويا حسن بانوا معاك في هذا الفيديو اخويا حسن. يعني انا 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 زعما اكدت لهم انني راه غادي بواحد الطريق زوينه. غايا في الاول كانوا كيقولوا يا حسن شد الحموضه حسن شد البساله فهمت هادشي اللي واجهت في اول مره. والصعوبات الاخرين هو من غير اللي كاين مشاكل مع يوتيوبر وحدين اخرين في المغرب كاينين. كاين اللي ما كيحملوكش. انا كنت مشارك واحد المسابقه بلا ما ندير لابليكاسيون اشهار كنت مشارك واحد المسابقه ديال اللي جيت انا الاول ربح ايفون هذيك الساعه يلاه خرج الاكس يلاه خرج وكان بنادم ما كيحملوكش على والو وشاركت وكنت انا الاول وجا واحد اليوتيوبر اخر وقال لهم ما تصوتوش على هذاك صوتوا على واحد اخر صدق رابع علاش ما عرفتش. يعني من بعد النجاح ديال حسن جات الخطوبه ديالو واش الخطوبه جات حب يعني من طريق الافلام ولا الفاين اللي كنتي كدير ولا انت اختاريتها يعني من بعد ما نجحتي؟ لا علاش حيت فاطمه الزهراء كانت معايا من اول ما بديت هي اللي صبرت معايا وقاسات معايا قلت علاش ما نجمعوش زعما في الحلال بلا ما نبقاو زعما دي كوبل قد نجمعو في الحلال صافي دوينا مع والدهم موافقين يعني كيعرفوني كنعرفهم صافي وافقنا ودرنا توقيت ان شاء الله العرس وغادي نحتفل كاملين ان شاء الله. يعني ملي كتشوف لي كومونتير الناس كيسولكم بعض الاسئله يعني مثلا واش فاطمه الزهراء كتسكنوا في نفس الدار واش كتكونوا في نفس البلاصه واش كتعيشوا مع بعضياتكم حسن شنو باش كتجاوبهم؟ جاوبتهم في واحد الفيديو دابا علاش دابا هو من حقهم يعني ملي بارطاجيت معاهم حياتي الشخصيه من حقهم يسولوني ولكن بعض المرات كيكونوا شي اسئله شويه بريفي بزاف خاصه كيقول لك واش نتوما عايشين في دار وعلاش حيت كيكونوا بعض الناس كتكون شي كولابوراسيون مع شي شركه ولا شي اشهار يعني كيطلبونا نجي انا وياها يعني بجوجنا ندير انا اشهار وهي اشهار هما كيعطيوها بلاصه في الشومبر وانا شومبر. بعض الناس كنستوري انا وياها في شومبر وحده يعني ماشي يمكن انا ستوري من شومبر وعاد نمشي عند كنستوري انا وياها في شومبر وحده كيقول لك خويا حسن واش نتوما عايشين في دار وحده وباقي ما تزوجوش نتوما عايشين في دار وحده صافي. هادشي اللي كان كيقلقني صافي دابا ما بقاش باش جاوبت عليه فيديو ما بقاش. يعني في الليشين ديالك انت والاخ ديالك اكثر من 10 المقالب درتوها غير ما بينياتكم مع الام ديالكم. بعض الناس كيقولوا لك المقالب راه كيكونوا متريكين يعني ماشي حقيقيين. نقدر نحلفك دابا بالله وقدام هاد الناس والله يعطيني كسيده اخويا وانا شحال من مره كنجي جديده حتى كاملين دوك المقاليب بصح. علاش؟ حيت فاش كدير شي برانك لشي واحد ماشي حتى عقل الوالده ديالي ما مسكينه ما قارياش ولا شي حاجه دغيا كتشيق الوالده ديال الوالدين حنا المساكن تقدر ديرها ضربتها في ايدي دير هي ما عارفاش راه غدير هذيك اللعيبه ديال الدم ولا ما غاش عايقش غتقول لها تضرب غتقول لك مالك غتخلع هي مسكينه عاديين ما فاتش شي حاجه. حسنا ملي لقيتي السند ديالك يعني شكون هما الناس اللي عاونوك في المسار ديالك؟ اللي عاونوا في مصر كنقول فاطمه الزهراء رضوان خويا الوالده هذيك هي الاولى رضات الوالدين وكان كاع اي واحد كيشوف هذا الفيديو رضات الوالدين اخوتي هي الاولى والصالات هادشي اللي كاين. يعني بزاف ديال الجروبات شفنا حسن والاصدقاء ديالو بزاف ديال الفان وما عجباش يعني انتم كيفاش كيكون رد الفعل ديالكم يعني ما كيوصلكم شي سكرين بحال هذا؟ عادي يعني بنادم كيبغيك وكيكبر بيك وكيلوحوا في جروبات كيقول شو كيقول حنا كنبغيو الناس راه كتزيد تفرح كتزيد تكمل باش كيلوحوا في جروبات واو والدراري واو زوين كتزيد تفرح وكتزيد تكمل. ما كاينش شي واش كيخلق لكم مشاكل بينك وبين فاطمه الزهراء؟ لا ما قليل كتعصب عليا بعض المرات كتقول لي ما تدويش مع هذه ما دويش ولكن من حقها كتقول لي شي هادشي كيبارطاجي ولكن من حقها دابا هي اللي خاصها تفهم وما ان سميتو المحتوى ديالي يعني في دريات اكثر من الدراري.
يعني عندي دريات كثر من الدراري. هادشي بداش كتفهموا مره مره كتقلق كيبقى فيها الحوايج عادي راك عارف الغير عادي. يعني الاستراكات اللي كدير واش كيكونوا كاع كاملين كلاشاش موجهين يوتيوبر وحدين اخرين اللي هما كتعرفهم يعني كاينين معاك في الميدان ولا كيكونوا لوحدين كريشيكو يعني ما في لي كومونتير من الناس كتعرفهم؟ الاول درتو يعني على الناس اللي كيكريكيتو في لي كومونتير. ثاني درتو ديالي يعني سون كلاش. ثالث كلاش. الرابع حتى هو كلاش. جوج كلاش وشي لاخر ديالي ما فيهم لا كلاش لا والو. علاش يعني ما كتخرجش فاصل لهاد الناس كتبعهم غير بكلاشات في يوتيوب؟ لا كنخرج فاصل يعني فاش كلاش جوج سميتو يعني يعني ما غاديش تلاقى مع دابا انت ساكن في 16 واحد في 6 واحد ليا ما غاديش تلاقى انت وياه. يعني فاش كتكلاش كتجبد سميتو يعني كتخرج لي فاصل العيب يعني انا ما كلاشيتيش وما جبدتيش سميتو. حسن واش كيبغي يفتح يعني حياته الشخصيه للناس يعني في يعني في البيبليك واش كتبغي تقربهم ليه اكثر؟ كنبارطاجي كلشي كنبارطاجي من كنفيق حتى كنعس كنبارطاجي كلشي. يعني ملي بارطاجيت الخطوبه ديالي نوفاش يعني بغيتهم يعرفوا عليا كلشي. كنبارطاجي لي ستوري ديالي مع الوالده فين غادي كنبارطاجي كلشي. يعني هادشي ما كتفكرش انه يضرك من هنا لقدام؟ لا شي بنادم فاش كيعرفك كتبارطاجي معاه حياتك الشخصيه كيزيد يدخل لقلبك شر. كتبارطاجي مع الوالده ديالك كدعى معاهم كتزيد تدخل لقلبك شر. انا فاش كنبارطاجي مع الوالده كدعى معاهم كيفرحوا بنادم وحق كيقول مره بقى دخلنا الوالده مره بقى دخلنا الوالده حيت كاين اللي كيبان ليه متصنع كيبقى يبان ليه هو بحال دابا يدخل شي بحال نسمي ماكدو دي ستوري ليهم هذا كيجي شويه مبعصص. ولكن الا بارطاجي حياتك الشخصيه الا بارطاجي حياتك الشخصيه ومع الوالده ورضات وكدعى معاهم كتجي زعما سامبل متواضع بحال يعني. من بعد ديسترانك ديال بانك شنو من وراه يعني شنو هو الجديد ديالك؟ كاين فيتشرينغ نيت انا وخويا ولكن هاد المره غيتلاح فلاشين ديالي يعني وهاد المره يكون واقيلا كلاش ما نحرقش مفاجاه ولكن يقدر يكون كلاش. واش بغيت تقول للناس اللي ديما كيشجعوك يعني وديما كتلقاهم معاكم ساندينك؟ نبغي نقول لهم شكرا بزاف وشكرا للناس اللي دين هذه جديده اللي كيكبروا فيا في المجيد. شكرا لكم بزاف 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 وكما تقشوا فيا الله يسهل عليكم العز.